القسم الأول قلنا المقدمة، القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد وقد تقدم معنا. سنوي نفسر الفلون زدية إريو نفسر الفلون زدية فمدير المدين فمدير عاد نفسر الفاوي دي إما نعطل معطلة سكنيانة سنزاني أتوي التوحيد بزاني. أخطر ما يكون هو الشرك. سنوي أنيساني راتنا كراتنا بعض المزيزي دين الشرك نعفهم تبعنا نتوب الله سبحانه وتعالى. لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. سنوي راهوت المزيزي زاني فتبعنا نتوب الله سبحانه وتعالى لأن إذا الشرك إذا تفيتش ناتني فانتونا نتوب الله سبحانه وتعالى دين فيتا زاني فانتونا إليهيزة زي فانو زاني ريفا تفيتش ناتني فانتونا. فلا بد أن تحذر وتحذر من الشرك. سنوي أنا وزيز دين تكون هيتانجنا أرحى بيتانجنا أن زاني الشرك زاني. لأن الشيطان يضع شباك مثل ما تضع الآن الشباك لصيد الأسماك، هو يضع شباك حتى يصطاد الناس في الشرك. ستيان بارني الشيطان زن وزيز ديا ما ميتا كزن مي حرات زن بارين ما منزين ريو ريو ونبي وطفلات كنا نزن الشرك زن بارني. نعم.